كل سنة وانتم طيبين. النهاردة وقفة عرفات وماما عزمانة كلنا على الفطار، مجمعة بقى اخواتي كلهم، وانا طبعا كالعادة بخش اعمل الاكل، ولسه اختي جاية دلوقتي بس هوريكم بقى هتعمل فيا ايه، لان كل مرة اجي اخش المطبخ واقول لها ساعديني بتتحجج بحجج، بس انا هعمل فيها مقلب وهقول لها كده، وهكون مشغلة الكاميرا ومخبياها وهسمعكم بتقول ايه. يلا بينا بقى. اول حاجة هنقلي البتنجان بتاعنا ونخلله، وبعد كده هنعمل حاجات تانية كتيرة. اعملوا لي لايك وقولوا لي بقى عملتوا ايه في وقفة عرفات. غسلت كل الخضار، واول حاجة هعملها بقى هنقلي البتنجان بتاعنا في الزيت في الطاسة بتاعت امي، ومحدش يتريق يا جماعة. الطاسة دي موجودة في كل بيت حتى عندي. احسن تتبيلة ليها انا فلفل، ومعانا ثوم، هنحط عليه كمون وملح، وهنحط كمان معلقة كبيرة من هرسة الشطة. ده حلوة كده، هنضرب كله مع بعضه. يا بنتي مش عارفين نسجل، هنضرب كله مع بعضه وبعدين هندبل البتنجان. يلا. وطبعا الخالة لازم تلاعب البت وتهشكها وتدلعها لغاية ما تسكت. ده شكل البتنجان بعد ما خليناه، شايفين بقى شكله يفتح النفس، واحلى خلطة تعملي بيها البتنجان، تحفة. اللهم اني صايمة. نشوف بقى هنعمل الحمام الكداب ده، بس الاول نصلي العصر. بعد ما صلينا العصر جبنا طماطمتين وبصلايه كبيره وضربناهم في الكبه، وهندبل بيها الحمام الكداب بتاعنا. المفروض يقعد على الاقل ساعه بالظبط. معلقه كده من الفلفل الاسود عشان الكميه اللي معانا كبيره، هنحط عليه كده معلقه من الفلفل الاسود. هنفضل بقى نقلب كده، هندعك الفراخ، لا الحمام الكداب بالتتبيله الحلوه دي. عينيا باظت من البصل، والمفروض ان اختي تساعدني في عزومه زي دي، المفروض كلنا نتلم يعني نعملها، بس هي بتتحجج يعني. الاول كانت حامل وقلنا ماشي الحمل تعبها، دلوقتي خلفت تقول لك انا معايا عيله صغيره، فانا هروح دلوقتي اشوفها بتعمل ايه وهطب عليها، اصلها ساكنه في الشقه اللي جنبنا. ماشي، فكده هنقعد بقى الحمام الكداب ده ساعه في التتبيل. بصوا يا جماعه انا على السلم اهو، ماشي، وهي في الشقه دي، انا هخبط عليها دلوقتي، محدش يتكلم خالص، خبط عليها لان الجرس كل شويه تتهرب من العمايل، انا رايحه لها بقى. فين ماما؟ ماشي. طب هنعمل ايه دلوقتي يا جماعه؟ قاعده مع جوزها. وطبعا ما كانش العشاء. ادي الحمام الكداب لازم يقعد في التتبيله كده ساعه كامله. تعالوا نشوف بقى هنجهز الخلطه بتاعته ازاي. بسلق القوانص لوحدها خالص في ميه كده بشويه فلفل اسود وملح، وهقول لكم ليه، عشان الزفاره، وبعدين اصلا هي بتغيب بتاخد وقت على النار، فهنسلقها الاول. نحط سمنه وزيت، وهننزل بالبصل بتاعنا هنشوحه كويس جدا كده مع قرن فلفل كده. القناصه اللي احنا سلقناها اهي هننزل بيها. حط التوابل بقى بتاعتك، فلفل اسود وملح وقرفه. بعدين بقى هننزل بالكبده، هننزل بالكبده ونشوحها. الله الله الله، بصوا يا جماعه، بصوا شايفين. دلوقتي بقى هنضيف الرز يا جماعه ونقلبه. هنقلب كده تقليبه ونضيف الميه ونسيب الرز يستوي يعني نص سوا. استوى نص سوا، هيكمل السوا بتاعه لما نيجي نحشيه. جيتي دلوقتي ليه مش كنت قاعده جوه جنب جوزك؟ اعملي اعملي اي حاجه كده ساعديني. هات طبعا اقطع لك شويه بطاطس تحمريهم. والله جيتي على نفسك والله. خدي يا اختي اتساكي، اروح انا يا اختي احشي الحمام. احشي الحمام، يلا يلا بينا. هنا بقى جبت الاوراق بتاعتنا. الحمام الكداب بيتعمل بالاوراق، بس طبعا بتاع الفراخ بيخليها كده من العظم وبتتحشي بالشكل ده، وبتقفليها كويس جدا جدا، بتجيبي الجلد كده على بعضه، وبعدين بتجيبي الخله بتاعه السنان، تمام، الخله الصغيره دي، وبتقفليها كويس جدا. انا اللي عملته، انا اللي عملته معاها. انت عملتيه معايا؟ انا الخله كانت بتناولني بس الخله، فهي كده عملته معايا. حطينا الحمام الكداب في الصينيه بتاعتنا، حطيناها بملح وفلفل وورق لورا. حطي هنحط عليها ميه مغليه ونسيبها تستوي حوالي ساعه بالظبط. اختي بقى عملت ايه؟ بصوا قشرت البطاطس. لا حلو، عايزه خالته تعملي حاجه، عايزاك انت اللي تعملي عشان اكلك احلى من اكل خالتك. انا من هنا ورايح عندي ثلاث بنات. ما عنديش اقول لك العيله. اول حاجه انا بنت خالته، يا بقول لك على دي، بس انا مخليه دي ماما، هي بنت خليها ماما.
انت بتعالي نقول لهم عملنا ايه، خلاص حطينا الحمام بتاعنا وهنغطيه لمده ساعه واحده، هنغطيه لغايه ما يستوي. انا ما اعرفش بصراحه يا جماعه اهي استوت، لما اتسلقت دهنا الوش بتاعها كده وهندخلها تحت الشوايه علشان تاخد وش. بصوا الحمد لله الحمد لله ساعدتني البطاطس المحمره، بس البطاطس المحمره تكسب ولا الحمام الكذاب؟ لا اول مره اعمله بصراحه في حياتي، بس بصراحه النتيجه فظيعه. ما تنسوش اللايك واروح افطر، وكل سنه وانتم طيبين. بصراحة يا جماعة اليوم كان حلو جدا، مش عشان انا اللي عملت الاكل، عشان انا قضيت اليوم ده في بيت امي مع اخواتي. قولولي بقى افطرتوا مع مين يوم الوقفة؟